أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، سلام ونعمة المسيح مع جميعكم. اليوم رح أشارك بتأمل كتير مهم، وهو عبارة عن بركة وعبارة عن صلاة في نفس الوقت. الحديث عن بركة لأولادك. امبارح واليوم وصلني كذا اتصال، واضح أنه في حرب شرسة كتير على العائلة، وبالذات على أولادنا وعلى بناتنا. وكتير مرات عم نوصل لوضع عم نقول كأنه أولادنا مش لإلنا أو بناتنا مش لإلنا، وعم نمر في ظروف صعبة في هذه الأيام، لدرجة أنه في بيوت عم تهدم وفي عائلات عم تكسر وبتنحني ظهرها بسبب أولادها، وبسبب طبعا قرارات خاطئة عملوها في حياتهم. واليوم في تسلط من الأولاد على الوالدين، وفي يعني بتحس كأنه في عدم البركة موجودة في البيت، دايما في نزاع، دايما في صراع، دايما في خصام، دايما في قلق في البيوت، ومش عم تصل لهدف، ومش عم تصرخ للرب، وعم بتحس كأنه السماء صامتة، وعم تسأل الرب، قل يا رب اتدخل في حياة أولادي، في حياة بناتي، أو في حياة أحفادي. وكتير منا عم نشعر أنه الظهر صار مكسور بسبب كل هذه الظروف. أنا عاوز أقول أحبائي أنه غرض الله هو خلاص العيلة. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان هيك تردد الآية اللي بتقول قديما في سفر يشوع، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أو في سفر الأمثال، بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت. أو كما قال مزمور 127، إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. فوصلنا لوضع حاسين أنه بيتنا عم بينهار، حياتنا عم تنهدم، الأسرة عم بتتهزم، وعم بتسبب أرق، وبتسبب مشاكل، وبتسبب انفصالات بين الأزواج، وطلقات بسبب الأولاد والبنات، وكل واحد عنده عقلية معينة في التربية، وكل واحد عنده أسلوب معين في المعاملة مع هذا الموضوع. وهذا الموضوع أحبائي، لألا نغلط نقول هاي في الغرب عم بتصير، صدقني عم بتصير في الغرب وفي الشرق أيضا أكثر. عم نشوف عائلات عم تنهار بسبب أولادها. وأنا اليوم عاوز أطلق بركة لأولادك، إنه حياتك مهياش مجرد على الهامش، الله عنده مخطط رائع وبركة رائعة لحياتك. وعندما يمكن مش شايفين بسبب الهموم وبسبب الضربات وبسبب اليأس وبسبب الإحباط، وعم ننظر وإحنا في المستنقع مش عم نحلق مثل النسور، نشوف الصورة الأكبر والصورة الأوسع من معاملات الله. غرض الله في الأسرة، يعني الله قديما ما اتكلم عن آدم وحواء ويكون الاثنان جسدا واحدا، يلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا، ثم قال اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. هذه إرادة الله، هذا هو مخطط الله، وهذا طبعا ترتيب الله في حياة العائلة، وهذا مهم جدا. واليوم أنا عاوز يعني أتكلم بركة لأولادك، اللي هو وعد من الكتاب المقدس من سفر إشعياء النبي آية 29. طبعا سياق الحديث يعني بيتكلم عن يعني عن الخطية والاعتراف والفداء وزيارة الرب، ولكن بيتكلم عن مجيء الرب طبعا وإلى التائبين في يعقوب. وبعدين بيتكلم هذه الآية اللي هي في إشعياء 59 آية 21، أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك
لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب، من الآن وإلى الأبد. قل آمين، قل آمين لهذا الموضوع. لاحظ، عهدي، روحي، كلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب، من الآن وإلى الأبد. أحبائي، الله وضع قوانين في العيلة. يعني مثلا في الوصايا العشر مكتوب أكرم أباك وأمك، وهنا كل الأولاد والبنات اللي بيسمعوني بليز يعني انتبه شوي لهذه الآية. مكتوب أكرم أباك وأمك لكي يكون أولا، لكي يكون لك خير ولكي يطيل أيامك على الأرض. هون بيتكلم على البركة، يعني مش بس بيطول لك بعمرك للثمانين والتسعين، لكن حياتك بتكون كلها سلسلة من المعجزات، سلسلة من البركة. لكن من ناحية تانية الكتاب بعلمنا في كولوسي يقول: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. وكتير مرات إحنا بسبب قساوتنا وبسبب تربيتنا يمكن وبسبب ثقافتنا وبسبب خلفيتنا حطينا عقد في حياة أولادنا، والنتيجة إنه يقول الكتاب لئلا يفشلوا في كولوسي إصحاح 3. إذا الولد أو البنت ما شافوا المحبة من الأب والأم، أين يجدوا هذه المحبة؟ لابد أن يبحثوا عن محبة من نوع آخر، برية العائلة. إذا ما لمسوا الاحترام وما لمسوا المحبة وما لمسوا الاهتمام والعناية، وين بدي يشوفوا هذا الشيء؟ يمكن شخص بيخدعهم. وكم من الأولاد والبنات اللي انخدعوا بأساليب شيطانية وتركوا كل شيء. لكن من ناحية تانية بيرجع بقول في كولوسي 3 بيتكلم بيقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. فلاحظ، أنت بتكرم وبتطيع الوالدين عشان يكون لك خير، خير ورحمة رح يتبعك كل أيام الحياة، حتى يطيل الرب أيامك على الأرض وحتى يكون هذا مرضي عند الرب. لأنه بهذه الطريقة مخافة الله بيرضى عنها من خلال طاعتك للوالدين. لكن مثل ما ذكرت أن العدو شن حرب شعواء، حرب شرسة وضروس ضد البيت، ضد الأسرة، فعاوز يسلب العائلة وعاوز ينتشل العائلة وعاوز يضرب البيت. لأنه إذا ضرب البيت ضرب المجتمع. واليوم أحبائي شوف في المظاهرات اللي بتشوفها من التخريب والإرهاب والفوضى والبلطجية وكل هذه الأمور، تعبير يعني مثل ما بيقول الكتاب شرسين، في آخر الأيام يكونون شرسين، ما عندهنش حنية. أنه مثلا في بزنسس إلها أصحاب بيكونوا تابعين عقلية معينة ومستعدين يدمروا الدنيا حواليهم بسبب أنه مش صحيين، كأنه في روح ضلال، في روح غي، في روح سبات، عم بيشوفوا الأعوج صح، وعم بيشوفوا النور ظلم، الظلمة نور، وعم بيشوفوا الخير شر، وهكذا. يعني كل المقاييس وكل المعايير بتحكي معاهم، بتقول وين المنطق؟ وين الريزن؟ يعني مش عم بيستوعب. يعني انت بتتكلم حاسه مش عم بيستوعب، مع انه تكنولوجيا بيكونوا عندهم شهادات عالية، لكن لما بتيجي بتتكلم مع اولادنا وبناتنا بتحس كأنه مش عم بيستوعب، كأنه في شيء محدود، في شيء ناقص. تعرفوا احبائي، هون الكتاب بيعطي وعد، وفي ثلاث اشياء اللي ما بتتغير في الرب: عهدي، روحي، وكلامي. ولا مرة عهد الرب بيتغير، ولا مرة روح الرب بيتغير، ولا مرة كلام الرب بيتغير. فأنت حط ثقتك في كلمة الله وقول آمين. الله مش رح يغير عهده، مش رح يغير كلمته، ولا رح يغير روحه.
ومنشوف هذه الثلاث آيات في الآية، والكلام الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك، قال الرب من الآن وإلى الأبد. أنا يا رب افتح عيني، افتح ذهني أنه أقبل هذه الكلمات بالإيمان، أنه أنت وعدت أنه عهدك ما بيتغير وكلمتك ما بتتغير وروحك ما بتتغير. أنا أطلق البركة على أولادي وعلى بيتي وعائلتي في اسم الرب يسوع المسيح. والرب يدرك أهمية هذا الموضوع. شوف إبراهيم، الله بيقول عن إبراهيم: لأني عرفت لكي يوصي بنيه وبيته من بعد أن يحفظوا طريق الرب. وفعلا في أيام موسى في سفر التثنية لما بيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك. بعدين علمها، قصها على أولادك في المنام، في الـ في الـ في البيت، على زوايا الأبواب، في كل مكان، في أي وسيلة، في أي طريقة. علم أولادك طريق الرب ومخافة الرب ومحبة الرب، وعلمهم أيضا كلمة الرب. لكن للأسف في كتير مرات أخطاء اللي بندفع ثمنها. أنا بتكلم على كهني، وأنا بتكلم على ملوك، على ملوك في العهد القديم. مثلا هارون أخو موسى، يعني كان في أعلى مركز، كان رئيس الكهني، لكن أولاده نداب وأبيه قربا نارا غريبة أمام الرب، لم يأمرهما بها. فالنتيجة في سفر اللاويين إصحاح 10: فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما من أمام الرب. فإذا بتقول واو، هذا أعلى رئيس الكهنة، الرب ضرب أولاده لأنه يعني ما مشيوش بحسب أوامر الرب وطريق الرب وأسلوب الرب، فالله ما عنده محاباة. في قصة تانية ليتر أون لما كانوا في أرض كنعان وكانت خيمة الاجتماع في شيلو، الكتاب يتكلم عن عالي الكاهن، الرب أرسل نبي يوبخ عالي لأنه بصراحة ما رب أولاده التربية الصحيحة. فأولاده حفني وفنحاس كانوا يسيئوا استخدام الذبائح، ولدرجة أنه كان بيضاجعوا النساء حتى في الأماكن المقدسة. وبعدين الأكثر من هذا، أخذوا تابوت العهد، وعندما كان في معركة مع الفلسطينيين انهزم إسرائيل، عالي الكاهن سقط ومات، أولاده حفنة وفنحاس ماتوا في الحرب، أخذ تابوت الرب، زال المجد من إسرائيل. في صموئيل الأول القصة كلها صحاح 3 وصحاح 4 آية 22: إيه خفود، وين راح المجد؟ وين راحت الكرامة؟ زال المجد من إسرائيل لأنه تابوت الرب، مكان حضور الله، أخذ. الفلسطينيين أدركوا لما الرب ضرب الفلسطينيين، أدركوا أهمية هذا التابوت، أنه حضور الله، فرجعوا لإسرائيل. اللي عاوز أقوله أحبائي، أنت لما بتحترم الرب وبتكرم الرب أمام أولادك، أولادك رح يحب الرب ورح يخاف الرب ورح يكرموا الرب. إذا أنت مستهتر بالرب أمام بيتك، أمام أولادك، أولادك كما رح يستهتروا. هون احنا بنتكلم على رؤساء كهني، حتى زال الكهنوت يعني من عيلة عالي وأعطاها لشخص آخر، وبخوا النبي وثم وبخوا، يعني النبي قال: حاش لي أن أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. والرب استخدم صموئيل ولد صغير بعده فرخ شاب يوبخ عالي وبيته، وتمت هذه النبوة. ماذا عن أولاد الملوك؟ لما بتقرأ في سفر الملوك بتلاقي ملوك اللي صنعوا المستقيم، للأسف أولادهم بيكونوا أشر الأشرار، اللي سببوا هزيمة ليهوذا ومن قبل إسرائيل، أخذوا إلى السبي. هيك الكتاب أحبائي بيتكلم عن آخر الأيام
في تيموثاوس الثاني إصحاح 3، يا ريتك تقرأ اليوم، كل بيت يقرأ هذه الآيات، كلمات خطيرة جدا. محبين لأنفسهم، محبين للذات، متعظمين، مستكبرين، مقتحمين، متصلفين. الكتاب بيقول محبين لأنفسهم، محبين لأنفسهم، هاي هي مشكلة المشاكل، وهاي هي خطية الخطايا، حب الذات، حب المال، حب الأنانية، غير واحدة من المواصفات، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، بلا حنو، ما عندنش الحنية، قاسيين، يعني بتحس الأولاد قاسيين، شرسين، مقتحمين، يعني بتشوف شراسة غير عادية في هذه الأيام من الأولاد. فشو رح نعمل مع أولادنا لما نشوف هذه الظروف؟ إما ترثي لوضعك وتقول خلاص الوضع لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيش حل، ما فيش، لا، ابتدي من حيث أنت. تعال للرب، قل له يا رب أنا عندي مشكلة، وأنا يمكن ما كنتش مثل صالح، وأنه عند الرب ما فيش توقيت. يعني ممكن تبتدي من هاي اللحظة حتى لو كنت كبير بالعمر وبتعرف توبة حقيقية ورجوع للرب حقيقي، الله بيعدل يعني وبيبارك وبرد أضعاف من السنين اللي ضاعت والسنين اللي أكلها الجراد. خلينا أعطيك يعني بعض الطرق البسيطة. أنا اليوم مش رح أتكلم يعني في كتير مواضيع اللي بتتعلق حول العيلة، أنا بس اليوم بدي أركز على البركة، إنه الله عاوز يبارك بيوتنا لأنه هذا عهده وهذا كلمته وهذا روحه، إنه يدوم معنا إلى مجيء المسيح ثانية. أولا أحبائي، صلي صلاة بركة على أولادك يوميا، يعني قبل ما يروحوا على المدرسة أو قبل ما يناموا أو إذا عند الطعام، صلي دايما صلاة بركة على أولادك. وكمان ضع يدك على الأولاد وصلي لهم. في البداية حيكون الأمر محرج، بالذات إذا مش متعودين يشوفوا هذا المنظر، كون يعني حقيقي معهم، قول لهم تعرفوا أنا يمكن كنت غلطان، ما عملتش الإشي الصح، بس أنا بدي أجرب، شو رأيكم نبتدي مع بعض؟ يعني بتشارك أولادك إنه خلينا نبارك بعض. تعرفوا الكتاب بقول في سفر التثنية، مباركة تكون ثمرة بطنك، مثل يوحنا المعمدان وامتلأ يوحنا، يعني من بطن أمه امتلأ من الروح القدس، وثمرة أرضك في تثنية 28، يأمر لك الرب بالبركة ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك. غرض الله إنه يباركك. في مزمور 128، وصليها اليوم هذا المزمور، انت والعيلة استمع واقرأ هذا المزمور لكل أفراد العيلة. بس في هذا المزمور بيتكلم عن الرجل اللي بيتقي الرب، امرأتك مثل كرمة مثمرة، بنوك، عارف لما بكون حواليك على الطاولة على الترابيزة، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. يا على جمال المنظر، العيلة المحبة، العيلة الموحدة، لما بتشوف زوجتك وأولادك كلهن مجتمعين حولك، وهذا بتشوف هناك الرب بيأمر بالبركة، هناك بيكون حضور الرب مع يعني مع عائلتك. اكرم الرب أمام أولادك، يعني خليني أشوف أن أنت عم تكرم الرب أمام أولادك. بعدين مش بس تصلي صلاة بركة لأولادك، ومش بس إنه فعلا تكون مثل صالح أمام أولادك، لأنه الأولاد ما بي يعني don't talk the talk walk the talk، يعني امشي بحسب الكلام اللي أنت بتقوله، يعني مثل ما قال يسوع الفريسيين، يعني اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. خلوا أولادك يشوفوا you are a man of action، أنت شخص عملي، إنه مش تتكلم بس مجرد كلام لازم وممنوع ومش هيك، خلي شوفوا حياتك هي المثل، إنه with your action في العمل بتاعك أنت بتظهر المسيح، تسلك كما سلك ذاك. لكن شيء آخر أحبائي، علم أولادك كلمة الرب. مكتوب عن تيموثاوس، الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس ثم أمك أفنيكي وأنا موقن أنه فيك. طب شو السبب؟ هو طبعا خلص بخدمة الرسول بولس،
لكن شو الرسول بولس بيتكلم أو بيكتب عن تيموثاوس؟ يقول وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح. قل له يا رب سامحني على كل خطية، على كل وقت ضاع، أنا ما كنتش شهادي كويسة لا لزوجتي ولا لزوجي أو أولادي. اليوم أنا بصلي بركة، واليوم أعلن أمام السماء أما أنا وبيتي فنعبد الرب. اليوم أنا بتمسك في الآية التي تقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. اليوم أنا بآمن أنه الله رح يبني بيتي، ورح يكون مبني على أساس لا يتزعزع، مبني على المحبة، على التفاهم، مبني على كلمة الله. هل تريد أنه تسترد هذه الشركة مع الله؟ ابتدي بنفسك أولا. على فكرة ما تصلي يا رب غير أولادي وغير بيتي وغير زوجي وغير، لا لا، ابتدي بنفسك. قل له يا رب غيرني أنا، لما أنا بتغير ببتدي أشوف الأمور بمنظار تاني. ونعاوز أصلي صلاة بركة. يا رب كل شخص بيسمع، كل شخص بيشاهد هذا التأمل، في اسم الرب يسوع المسيح بنكسر كل قوة من قوات العدو. منصلي في اسم الرب يسوع تكسر كل لعنة وكل قيد، ومنصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح حول اللعنة إلى بركة، والبيت المظلم إلى بيت منير ومستنير في اسم الرب يسوع المسيح. استرد كل مسلوب وعوض عن كل السنين اللي أكلها الجراد. منصلي يا رب إنك تبارك على كل أسرة، على كل عيلة، على كل ولد، على كل بنت، على أحفادنا، على أولادنا، على بناتنا. منصلي بركة، بركة عليهم في اسم الرب يسوع المسيح. ومنصلي ضد العدو، نكسر العدو بدم الرب يسوع المسيح، لأنه مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. يا رب بنطلق البركة على بيوتنا، نطلق البركة على أولادنا وعلى بناتنا. يا رب سنة 2020 بكل المآسي وبكل الضربات اللي شفناها من أول السنة لليوم والأوبئة، لكن منصلي تحولها للخير وللبركة. منصلي يا رب خدام وخادمات اللي بيسمعونا، منصلي أولاد يحملوا المشعل ويستمروا بخدمتك في اسم الرب يسوع. بصلي يا رب شفاء وحرية كاملة على كل أسرة. ويمكن أنت شعرت أنك انهزمت أو قمت بقرارات خاطئة، ولربما ارتكبت خطية معينة وصرت في الأماكن المظلمة وسمحت للظلمة تخترق حياتك. قل له يا رب غسلني بدمك، طهرني من كل إثم. تعال يا رب أنا بقدم نفسي، كرسني لإلك، وأنا أؤمن أن وعدك كلمتك وعهدك وروحك مش رح يتغير. يا رب بناء على وعدك اليوم أنا بحط أولادي وبناتي بين إيديك يكونوا مباركين في اسم الرب يسوع المسيح. آمين آمين. شارك هذا التأمل مع آخرين والرب يباركك.